مشاعرك برج السرطان، أنت طبعا من الأبراج المائية التي جدا عاطفية، وهذا يظهر لنا في طاقتك العامة لهذه القراءة. أنت تفتح قلبك للحب، وأنت قوي بمشاعرك وأحاسيسك لهذا الشخص. ربما أنت تريد شخص معين وتريد أن تقدم له كأس المحبة، فأنت جدا معجب به، وهذه العلاقة تريد أن تكون ثابتة ودائمة. أنت ترى هذا الشخص بأنه إنسان طيب القلب، لطيف، حنون، قوي بمشاعره، أيضا لديه إعجاب، عنده إعجاب عالي أيضا بك، وأنت تشعر بهذا، أو أنه لطيف يقدم لك أي مساعدة مادية، وأنت تشعر بهذه بقيمة هذا الشخص، وأنت تريد أن تقدم له أيضا كأس الحب، فأنت وهو تتبادلان مع بعضكما بالمشاعر. الحبيب هو في طاقة استقرار، ربما يكون في استقرار في عائلة، أو يكون في طاقة الوحدة مع الروح والله، وهو في طاقة توازن عالي، وهذه الطاقة تظهر لنا هنا. هو جدا إنسان روحاني ومتواصل مع الله، وإنسان طيب جدا، هو يحاول أن يكون متوازن بحياته وبأعماله. هذه طاقتك لهذه القراءة. أنت في مشاعر حنين وشوق وذكريات، أنت تحن إلى الماضي كثيرا، تريد أن تعود لذكرياتك منذ الطفولة، احتمال بأنك كنت مع هذا الشخص منذ فترة طويلة، احتمال أنكما كنتما في علاقة زواج، أو كنتما في علاقة طويلة منذ زمن طويل، أو كنتما تعرفان بعضكما منذ الطفولة وانقطعت بينكما العلاقات والتواصل. أنت الآن تشعر بحنين كبير لهذا الشخص، وتريد أن وعندك شوق وحنين كبير لأن تراه من جديد، أو أنك إذا كنتما في علاقة جديدة فأنت تشعر، احتمال بأنك تشعر بأن هذا الشخص تعرفه من حياة سابقة، تعرفه منذ زمن بعيد، وأنت جدا متواصل معه في الروح. يظهر بأن هذه البطاقات بينك وبين هذا الشخص تواصل عالي بالروح، وهذا الشخص أيضا متواصل بشكل كبير معك في الروح. هو أنت تراه احتمال بأنه بعيد عنك، كما يظهر لنا في البطاقة الأولى، ربما أنت تحن إليه وأنتما في أماكن بعيدة عن بعضكما، ربما أنت في بلد وهو في بلد، منذ فترة طويلة لم تراه، ربما مقطوع بينكما الاتصال، أو ربما تتواصلان لكنك تحن لهذا الشخص وتريد أن تكون معه من جديد. أنت فاتح قلبك للحب، وأنت تحب هذا الشخص كما أرى في هذه البطاقة، وهذه البطاقة تؤكد لي هذا الأمر. لديك مشاعر جدا قوية لهذا الشخص، وهذا الشخص أيضا عنده تواصل روحي عالي معك ويفكر بك. أنت تشعر بأن هذا الشخص هو شخص مسيطر على أعصابه ومسيطر على نفسه، شخص ناجح، قوي الشخصية، قليل الكلام، لا يعبر عن مشاعره، لكنه متواصل معك أيضا بالروح، واحتمال بأنه في علاقة ما، وهو محتار في هذا الخيار، محتار في خيارين، احتمال بأنه يكون متزوج أو في علاقة أخرى، احتمال. وأنت تراه، ربما أنت تراه متزوج ومستقر ولا يعبر لك عن مشاعره، ولكنه هو الآن يشعر، أنت تشعر به بأنه إنسان مسيطر على نفسه وعلى مشاعره، ولا يعبر لك عن أي مشاعر إعجاب. وهو يظهر لنا في هذه البطاقة بأنه متباعد عنك قليلا، لكنه شخص يفكر بك كثيرا كما تفكر به، ولكن
كما أرى بأن مشاعر الحب من طرفك أكبر منه، احتمال بأنه يكون يحبك هو أيضا، لكنه لا يعبر، هو بطبعه إنسان جاد لا يعبر عن مشاعره بسهولة. الأبراج الموجودة لدينا هي برج العذراء، وبرج السرطان، وبرج القوس، وبرج الحوت. وهنا مشاعر الحبيب تجاهك، هو يراك بأنك السعادة الكاملة، هو يتمنى أن يكون معك في علاقة سعيدة وثابتة إلى الأبد، يحب أن يكون معك في أسرة ويكون بينكما أطفال وحياة سعيدة مليئة بالحب والفرح. هو يشعر بك هكذا، يشعر بك بأنك أنت السعادة الكاملة التي يتمناها. لا تنسى بأن هذا الشخص هو إنسان جدا روحاني ومتواصل بالروح معك أيضا. هو يشعر هنا، هو ينوي على الخروج من الطاقة السلبية، ربما يكون قد جرح في الماضي بسبب أموال، بسبب كان بينكما شيئا من المال، كان بينكما شيئا ماديا، أو أحد ترك الآخر منذ فترة طويلة وسبب له ألم وجرح من الماضي. لحد الآن، إلى الآن هو ما يزال يحفر في قلبه في الصميم ولا يستطيع التخلص من هذا الألم. هو لديه، ما زال لديه مشاعر سلبية من الماضي، وهو في هذه البطاقة، هو في طاقة الاستشفاء، هو يريد أن يخرج من هذه الطاقة، يفكر بك كثيرا ويريد أن يخرج من طاقة الحزن والألم الذي أنتما به الآن. احتمال بأنكما كنتم تعرفان بعضكما منذ فترة طويلة، وكل واحد ذهب في طريق، وكل واحد شق طريق حياته، والآن سنحت لكم الفرصة بأن تكونان أو تفكران ببعضكما من جديد. فهذا الشخص نوياه أن يخرج من طاقة الماضي والحزن الذي ما زال مرافقه من الماضي. هذه هي نواياه، ويقدم لك في خطوته القادمة كأس الحب من جديد. هو يريد أن يقدم لك كأس الحب من جديد، فأنت وهو في طاقة الحب، أنت تريد أن تقدم له الكأس وتحبه، وهو نفس الشيء، عنده مشاعر حب كبير وإعجاب بك، وهذه البطاقة أيضا أنت تشعر به هكذا. فأنت تشعر به أنه إنسان طيب القلب وكريم وعطوف أيضا ومحب وصادق، وهو إنسان روحاني إلى درجة كبيرة. مصير هذه العلاقة الفترة القادمة إن شاء الله سعادة وفرح واحتفالات. فاحتمال كبير بأن هذا الشخص سيقدم لك في هذه الفترة، ليست فترة طويلة، هذا الكأس. وإن كانت هذه الطاقة، لا تلتزموا أعزائي بهذه الطاقة، أنا أقول في 10 أيام من الشهر، من شهر سبتمبر أيلول، ولكن هذه الطاقة احتمال بأنها تمتد أكثر من هذا، أو بأنها مرقت عليكم بهذه. التاروت لا يعرف بالضبط ما الذي حدث، ولكن هذه احتمالات، بأن ممكن تكون قد حصلت معكم فعلا هذه الطاقة، أو أنكما تكونان في هذه الطاقة حاليا، أو ستحصل لكم في الأيام القادمة. ليست بالضرورة 10، ولكن هذه الطاقة إذا انطبقت عليكم في أي وقت من أوقات السنة، إذا انطبقت عليكم طاقة هذه القراءة، فخذوا هذه القراءة لكم، فهي تناسبكم. وهذا الشخص أنا أرى بأنه سيعود، إذا كان متباعد سيعود ويحتفل معك ويقدم لك كما قلت كأس الحب. هو ينوي
أن تخرجان مع بعضكما، أن تعيشان الحياة. ليس بالضرورة أنه سيقدم لك الزواج، سيعرض لك بالزواج، ولكنه سيعود كما كان ويعبر لك عن مشاعره الفياضة باتجاهك، ويريد أن تخرجان سويا، ويقدم لك أي شيء تفرح به وتعيش معه من جديد في قصة حب. هذه البطاقة تقول لنا: اخرج من الصمت الذي أنت فيه، وافتح عينيك إلى أبعد من ذلك، ولا تبعد عن هذا الشخص، كن أكثر إيجابية، وتكلم معه، ولا تتباعد عنه. فأنت في هذه البطاقة أنتما في طاقة بعد، حاول أن تتقرب من هذا الشخص. أنا أرى بأنكما بعيدين منذ زمن، بهذا حاول أن تتقرب من هذا الشخص، فهو احتمال بأنه لا يعلم. أيضا هو متواصل معك بالروح، لكنه لا يعلم ما هي حقيقة مشاعرك تجاهه. أرجو منك أن تتواصل مع هذا الشخص، فإذا كنت بصمت أخرج من صمتك وقدم له هذه كما أنت تريد أن تقدم له، لكنه لا يعلم. أخرج من هذه الطاقة وأظهر له مشاعرك. نصائح لهذه القراءة: أتقول لك هذه البطاقة: لا تخاف ولا تحزن، وتذكر بأن الله يقف دائما بجانب من يذكره. وهذه البطاقة احتمال بأن تقول لنا هذه البطاقة: صلي صلي وادعي من الله، فهو سيحقق لك ما تتمناه بإذن الله. فقط ادعي وصلي وتواصل مع الله بروحك. نصيحة ثانية: أنت شخص محبوب، وابتسامتك دواء لكثير من الناس من حولك، فأنت بالفعل هو يراك بأنك أنت السعادة الكاملة. فأنت شخص محبوب، وأعطي وزع الابتسامات على الناس، تواصل معه، تواصل مع، عيش حياتك، ابتسم للحياة، فهي تريد أن تفتح لك أيضا ذراعيها. فأنت إنسان محبوب، وكثير من الناس، يبدو بأن كثير من الناس تحبك وتريدك. نأخذ نصيحة أيضا من الرومانس أنجل: